أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق إلى الإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفجيرة الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في احتفال نادي الفجيرة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه. وضمت قائمة الفريق المتجهة إلى الإمارات 15 لاعبا وهم حسام غالي، محمد نجيب، صبري رحيل، باسم علي، محمد هاني، عمرو السلية، ميدو جابر، أحمد حمودي، علي لطفي، هشام محمد، إسلام محارب، رمضان مصطفى، محمد شريف، كريم يحيى، ومحمود الجزار. ويلحق حسام البدري المدير الفني ببعثة الأهلي غدا بالإمارات قادما من كندا بعد حصوله على إجازة قصيرة وسفره للاطمئنان على أسرته. ونتابع في التقرير التالي كواليس سفر الفريق إلى إمارة الفجيرة مع الزميل محمد سعيد. أهلا بكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وعلى بركة الله نبدأ معكم كواليس المباراة الأهلي والفجيرة الإماراتي، هذه المباراة الودية والتي تقام احتفالا بمرور 50 عاما اليوبيل الذهبي على تأسيس الفجيرة الإماراتي. وبالتالي نادي الفجيرة ومسؤولي نادي الفجيرة الإماراتي طلبوا إقامة مباراة ودية مع فريق النادي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي حاليا بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية. وبالتالي إدارة فريق النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي رأت خلال هذه الفترة الحالية ضرورة سفر الفريق إلى الإمارات لخوض هذه المباراة الودية تأكيدا على العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإمارات ولشعبية الأهلي الجريفة في دول الخليج العربي. وبالتالي هذه المباراة تأتي في ضمن إطار المباريات الهامة لفريق النادي الأهلي والتسويقية التي يلعبها الأهلي خلال الفترات الحالية، سواء أقيمت المباريات في السعودية أو الإمارات أو أي دولة خلال الفترات القادمة. الأهلي سيسافر ببعثة، طبعا هناك عدد من اللاعبين متواجدين مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وبالتالي هناك عدد من اللاعبين الكبار واللاعبين المميزين سيسافرون مع بعثة فريق النادي الأهلي إلى إمارة الفجيرة لخوض هذه المباراة الودية، أبرزهم بالطبع حسام غالي ووليد سليمان وأحمد حمودي وهشام محمد ومحمد نجيب وصبري رحيل، وعدد من اللاعبين اصطحبوا مع الجهاز الفني لخوض هذه المباراة الهامة. لكن الجهاز الفني يسافر بقيادة الكابتن أحمد أيوب المدرب العام هنا من مطار القاهرة إلى مطار الفجيرة عبر رحلة خاصة وطيارة خاصة تقل بعثة فريق النادي الأهلي من القاهرة إلى الفجيرة لخوض هذه المباراة الهامة. لكن الكابتن حسام البدري المدير الفني سيصل من كندا إلى الفجيرة بالإمارات قبل المباراة 24 ساعة لخوض هذه المباراة الهامة والتسويقية والهامة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في الإمارات. تفاصيل أكثر عن هذه المباراة تابعونا من خلال هذه التغطية الخاصة ولقاءات حصرية ومباراة حصرية بإذن الله على شاشة قناة النادي الأهلي، وتابعونا هنا من مطار القاهرة حتى الوصول للفجيرة ولقاءات خاصة جدا ومتابعة حصرية لفريق النادي الأهلي لخوض هذه المباراة الهامة. تابعونا.